عاوزين لهم 8. عايزين 8؟ اني قابلتك النهارده، اني قابلتك النهارده وصورت معايا. تليفون تسمع السؤال بس. طب اسالني السؤال. انت عارف الاول؟ عجايب الدنيا كام؟ 7. عاوزين 8. ازاي بقى؟ روحوا عشان ابتديت اتشائم منه. 8؟ الايام اللي احنا فيها دي ملح. هي دي من عجايب الدنيا التامنة. يا راجل. 7. عاوزين 8. قال لي ازاي يعني؟ مش فاهم، خدتش بالي. ممكن تقول تاني؟ طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. عجايب الدنيا كام؟ 7. عاوزين 8. طب ماشي، دي اللي هتبقى ازاي بقى؟ انت حطها من عندك. أكمل. مفيش اختيارات؟ أنا اللي حطها مش أنا اللي حطها. طب ماشي، أنا أجيبها إزاي أنا بقى دي؟ إزاي هتبقى 8 إزاي يعني؟ طيب يا سيدي شكرا، كفاية. عجايب الدنيا 7. عاوزين 8 بقى. إيه اللي في حياتك يبقى من عجايب الدنيا 7؟ لا أنا ما أقدرش، معلش أعذر. أنا عاوز التامنة من خيالك مش من الموجودين. من خيال أنا؟ مش عارف والله أقول إيه. تجربش مننا يا رب. عجايب الدنيا كام؟ نعم؟ عجايب الدنيا بعيد عن السوشيال والله. معلش نعيش على القمر. ايه؟ نعيش على القمر. القمر ده خاله سرح خالص. ده راح ما جاش. وانت؟ انا لسه عند موقفي. يا ابني امشي يا ابني. عجايب الدنيا كام؟ 7. عاوزين 8. عاوزين 8. ايه بقى الدنيا؟ يمكن الدنيا اللي احنا فيها هي التامنة. عجايب الدنيا كام؟ 7. عاوزينهم 8. 8؟ ايه طيب، خد البسبوسة. أهاجر البسبوسة. لا مش عارف الصراحة، أهاجر برا مصر بس. دي عجايب تامنة أفعال المصريين بصراحة. دي كنت جاي حاجيبا عجايب الدنيا التامنة بقى، فوز مصر بكأس العالم. الله يا بلدنا الله. اللي احنا نموت دي التامنة، مش احنا عايشين؟ يبقى التامنة نموت. شكرا. بقال لا لله الدوام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. عجايب الدنيا؟ اه. شكرا. عفوا.